ترى هذه الكلمة الطيبة المباركة، الله سبحانه وتعالى أن كل واحد في هذا المجمع هذا يلقى دلتف كلمة من هذه الكلمات المباركات. إن شاء الله الحفل ديالنا والمجلس ديالنا إن شاء الله لا زال متواصلا مع فقرات أخرى مع مواد أخرى إن شاء الله. نطلبوا من الأخ ديالنا سيدي رشيد غلام إن شاء الله أنه يتفضل ويساهم إن شاء الله في هذا الخير هذا بمساهمة الله الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نوم الجميع. بسم الله. وفؤادها للسير يلهب النار سربيل سرب حبيب قلبي مسرعا يا جمر وجدي أحسن بباريك الظنون فكم وكم في رمش طرف أسر الأعصار وجعل مع الأيام وجعل مع الأيام صبرا فالصبر سر يغدر الأسرار فاسجد إليه وابرز داعيا لا ترتجي من استذار وخذ النبي وسيلة وصرت لطيب
لما أرتجي أطفال جنابك.
وحدي أنا أولى بنار وجدي صلي علي شد عدي وتلوا آية الوداع فخر خيفة قلبي خيفة قلبي الله 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 الله
أتوب على قبري ورقة وأكتب على قبري ورقة وأكتب على قبري ورقة هذا مصب أكتب على قبري وأرقى وأكتب على قبري وأرقى هذا مصب قد احترق ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلم بي لعل رحمة ربي حين يقسمها على حسب العصيان في القسم يا رب واغفر لعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأموال يا غزم ومنسجم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم لما دعا الله داعينا بأشرف الرسل كنا أشرف
النبي صلى الله على والعشية بعطر جديد من صلاة وسلام وتحية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ملكك العلي العظيم.